اهلين وسهلين. اهلين ساس، قديش هالتفاحة؟ يلا قديش لك ساس؟ لا اخي، اذا بتحط اللي انت ما بدي بدي نقيهم على كيفي. بس هيك بختلف السعر ساس. قديش بصير يعني؟ 35. هات كيف شرب. اخي حط لي كيلية. خليني احط لك تاتة 100 ليرة. يلا هاي 3 كيلو، تاكلهم بالهنا. ربي يسلمون. تفضل اخي. يسلم هاليدين. سلام عليكم. الله. مرحبا معلم. اهلين وسهلين. قديش التفاحات؟ الاصفر ب25 والاحمر ب30. ايه ماشي، خذ لنا هيك كم كيلو احمر دهلي اياهم اصفر. الله عليك يا استاذ. ليه عم تضحك؟ ذكرتني بواحد اجى يشتري هون عندي عنب. قال لي قديش الكيلو؟ قلنا له العنقود ب30 والفرد ب15. قال لي لك انا فرت لك كم عنقود؟ اعطيني كيلين. انا ذكرتك فيه، انا ما مبين علي نفس السؤال. هات ناول لك كيس. ايه شرف شرف. ناخذ من الصفر اوفر. يا ميت اهلين وسهلين. شلون الشغل؟ والله تمام. الله يقويك يا رب. هلا الاحمر ب30 والاصفر ب25. ايه والله. البرتقاني بقديش؟ يا بايكم سيف صرنا هدول. قديه طلعون؟ اثنين وشوية دون. ماشي يا اخي، مسيك كملون على الاربعة وعمرهم مع حدا يرات. مسيك ايه. قديه بيطلع لك معي؟ شكرا. هي يلا سيدي. شرف. لك شو هاد في شنطة هون؟ لمين هي لها؟ هي للزبون اللي كان قبلك. لحو لحو حزكاتك بأول الشارع هون. منين راح؟ من هون من هون. يلا لاحق اعطيها. احترامي سيدي، في استاذ مواطن بده يشوفه. سيدي عود يا ابني عود. اهلا وسهلا. اهلين استاذ مواطن. اهلا وسهلا. خير سيدي؟ في اي شنطه لقيناها؟ فتحت شيء؟ فتحتها وما لقيت فيها هويه صاحبه. شو لقيت فيها لك؟ لقيت فيها مصاري. مصاري؟ ايه بس ما عديته. ما عديته؟ لا ما عديته. لا يشوف. يلا سيدي صدقني ما عديته. يا رب يا ناس. شو ها؟ شو في؟ شايف مبلغ محرز انا؟ الله يهني صاحبه سيدي، شو بدنا نسوي؟ يلا السلام عليكم. وين السلام عليكم؟ طول بالك حبيبي، وين رايح؟ على البيت. شو هالحكي؟ بعدين بتروح على البيت. خير شو في؟ قلنا عندك شغلات كثيرة لسه. هلا الله يخليك، لا تعمل لي فيها قصة سارقة ما سارقة. الله يوفقك. أي هي جبت لك يا أولا ومالي حرامي ولا سارقة أنا. اسمع يا مواطن، شغلة إنك سارقة اطمن، ما راح اتهمك إنك سارقة، لأنك لو بدك تسرقها ما كنت جبت لي إياها لهون. هذا ما في اثنين بيختلفوا عليه. اللي بدي منك هلا تقعد هون ونضبط الموجودات ونسجلهم بالمحضر، لأنه منخاف يجي صاحب الشنطة ويتهمنا إن سرقنا له مصرياته. إذا كان هيك على عيني شواربك، بس يا ريت نستعجل شوي، بدي ودي التفاحات لمرتي قبل ما أكلهم. هالشي متوقف عليك أنت يا مواطن، بتجاوبنا بسرعة نصرفك بسرعة. شو منتظرين لك؟ خلونا نبلش. هات هويتك لنشوف. هي على عيني. لحظة والله مسك لي إياها. شيك يا ابني عود، افتح المحضر وسجل بيانات الهوية مشان نضبط الموجودات. نعم يا مواطن. سي دخيل عينك، ما شفتني شنطة صغيرة نسيتها عندك؟ ليش ما سلمك إياها؟ مين بده يسلمني إياها؟ زبوني جاي بعدك، شفتك لها طالع من هون. شو؟ طيب يا أخي يا أخي، الله يصلحك على العملة، ليش تعطيها؟ كنت خليها عندك. لمحتك طالع من هون اتبلحك فيها. شو؟ طاروا المصاري. ليش قديش كان فيها أستاذ؟ 300,000 ليرة. الله يصلحك. لك حدا بحط هيك مبلغ بهيك شنطاية؟ كنت اخذه لجمعية كمل حق البيت. انا طشوا الحرامي، الله لا يوفقه. انا من اول ما شفته ما عجبني شكله. يا حبيبي اذا ما عجبك شكله من البداية ليش لا تعطيه اياها؟ الله يلعن الشيطان، غلطة. طب اوكي، شو اسمه؟ ما بعرف، هاي اول مرة بشتري من عندي. طاروا المصاري وطار البيت. دعوضك الله استاذ. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. تفاحات استاذ، عليه العوض ومنه العوض. خلصت يا ابني؟ نعم سيدي.
امضي على اخوالك يا مواطن. على عيني على عيني سيدنا. هات سيدي هات مشان الله لا تواخذني فياتك. وصونا شي سيدي اي خدمه؟ الصحه والسلامه. يخلينا وقت اللي بدنا منك شي بنجيبك لو كنت بطنبكتو. لا ما في داعي تروح على طنبكتو. عنواني عنكو اول الحاره اول شقه ثيابه كله بيأجرونا. مهونه. دخلكم يا سيدي دخلكم يا سيدي انسرقت. خير يا استاذ يا مواطن طول بالك. مين سرق؟ لو كنت بعرف يا سيدنا ما اجيت لعندكم. طيب شو سرق لك؟ شنطاي صغيره سودا فيها مصاري. انت سرقت ولا نسيتها؟ انت ممكن تسكت؟ هون انا اللي بساله بس. ايه الله يكبر واجبك سيدي. سيدي انا بالاول نسيتها بعدين سرقت. كيف هيك يعني؟ كيف يعني نسيتها وبعدين سرقت؟ انا فهمت عليه سيدي. هو قصده انه بالاول. انت اسكت سياده المساعد بس هو اللي بيحكي. عزو انت كمان بتسد حلاك. انا هون اللي بيحكي وبس. سيدي انا كنت واقف عند الخضر رجع مشتري تفاح بتنسيت الشنطه. ام في واحد اجى اخذ الشنطه ولحقني فيها قال بده يعطيني اياها بس ما اعطاني اياها. سيدي سرقها سيدي سرقها. شنطاي سودا الا سحابات وايدها جلد وطريه ايدها مو مظبوط؟ مظبوط هي بذاتها. بتعرف مين سرقها؟ طول بالك عشان ما ينبقلك شي عرق. لا تخاف الشنطاي موجوده هلا انا اعطيتها لزياده المسجد. لك اسكت انت. شو عرفنا الشنطاي اللي جبتها هي شنطاي الاخ؟ اه سيدي بعطيكم اوصافها. اعطيني اوصافها. الا سحاب شنطه سودا الا سحاب فيها كتاب البلاغه وفيها كتاب بلاغه سيدي وفيها مصاري سيدي وشويه ادويه. مظبوط 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 مظبوط. يعني هاي معلومات عامه ممكن اي واحد يقول هذا الحكي. فيها مسبح سيدي بيضاء مسبح بيضاء ومنقطة بأسود. صح شنطاي إجا الحلوة. صلي على النبي الغايب حشته معه يا بنتي. اللهم صل على النبي. يا امي انا خايفه تكون طارقته شي سياره هو جاي لهون. يي فعل الله ولا فعلك. حرام عليك حرام عليك هيك عم تفاولي على جوزك. رح تدور لك عليه. ايوه مشان ضيعكم اثنيناتكم سوا. تصطفني انا حبيت اخدم. عديتهم اخي المواطن؟ عديتهم كاملين كاملين ناقصين شي؟ لا. لك عندنا شي؟ لا. وقع الحمد لله برينا زمتنا. صدفة استاذ لبي. والله ما بعرف شو بدي اشكرك. لا شكر على واجب يا اخي. المال الحلال ما بيضيع. خذ هدول. شو هدول؟ 30,000 ليرة 10% من المبلغ اللي لقيته. لك عمي ضب مصاريك وتفاحق بيتك الله يفتح ابو الشر. علي الطلاق يمين الله لا تاخذهم. شو عم تحلف بالطلاق؟ شو دوماني انت ليه حلفت؟ يا استاذ نبيل مشان يرتاح ضميري والله يبارك لي بالباقي. اخي 30,000 ليرة من حقك. اخي 30,000 ليرة ومتنازل عنهم. عميل لك متنازل عنهم. علي الطلاق بسوي مشكلة ها؟ لا علي الطلاق بعمل لك مشكلة بحطك بالنظارة ها؟ حاشا مسخرة بقى. شلشتني انت وياه بتاخذهم وما بتاخذهم؟ انا باخذهم يا اخي خلصوني بقى. ليش بيجوز؟ طبعا بيجوز. لا باخذهم انا وبتجوز فيهم احسن ما تاخذهم انت. علي الطلاق خاطركم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سلمك نبيل. آه. ليه تاخرت لهلا وليش راجع فرحان كل هالقد؟ ليش ما قلت لكم؟ لا ما قلت لنا. الله بعدي اسمه بعث لي رزقه جديده. رزقه جديده؟ ايه شاف انه مو بقي معي غير 1000 ورقه قام اكرمني. ما في اكرم منك يا ربي. ليك بابا وقديش بعث لك هالمره؟ 30,000 ليره حلال زلمه. استنوا ميلاتك هون هاتون لاغسلهم.
شي كاسيت ينزل. اوه قولي علامتي ما بدي نبيل يا ربي يشوفني نعمة وجهه، خاصة هلأ صار معه 30,000 ليرة. قولي لا يقوم يعمل مثل جدة لنوال ويتجوز علي. اخر بطني شبكي ماما؟ ما بني شي امي، ما بني شي. عم يجعك شي؟ لا حبيبتي ما عم يجعني شي، روحي امي روحي. بس مبين عليك موجوعة. امي حبيبتي ما عم يجعني شي، روحي روحي. شو صفصاف؟ مزبوط مثل ما عم تقولي سميرة، كنت عم تقولي اخ يا بطني؟ لا حبيبي صدقني انا ما حكيت هيك شي، انا كتير منيحة. شفتي انك عم تكذبي؟ بطني حني يا ربي. شفت اني ما عم كذب؟ اخ يا بطني. لك شبك فهميني صفصاف. حاسة يا ربي ان بطني عم يتقطع. مثل وجع هديك المرة؟ لك شو مثل هديك المرة؟ اقوى كتير. حمود انا يا نبيل. حماتي يا تعي ساوي لنا يانسون. شوفي اخ يا بطني. وليا علمي انت لك شو يانسون وما يانسون؟ ما لك شايف وشها شلون اصفر مثل الليمونة؟ روح اوام جيب لي دكتور بسرعة لشوف. ريح ان شاء الله لاقي طلطيرة انا. روح يا هاك. اه يا امي بطني. يا عيون امي اسم الله عليك، اسم الله عليك يا ابني. عم يوجعك هون سويت هارت؟ هير لوف؟ هون يا دكتور. Is it here darling؟ يا دكتور هون. اوكي سوري. Here؟ ايه. اوكي. What happened؟ That's absolutely unbelievable. Incredible. I can't believe it. What's the matter؟ Something very dangerous. What is it؟ Oh my god. طمني شو طلع معها؟ وعدت لي انك ما بتعرفها. علي ما علي بقدحك تقدير بسكر لك عيادتك، لانك ساعتها بتكون ما بتفهم شيء انت. انا نو نوثينج. انا نو نوثينج. انا دكتور زياد سبيشاليزد ان جريت بريتن. انا نو ايفريثينج. ايفريثينج مستر ريفت هيز كلوز. بعدين انا زعلان، زعلان كثير. فيري كروس وذ يو. بيكوز هالمره يور وايف مرضها معروف كثير. هيك بدون تحاليل وبدون تصوير طبقي ومحضر. لا 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 without any of this rubbish. طيب شو طلع معه؟ الزايدة. الزايدة عندها ملتهبة. It's got fire in it. وبتصور ممكن يصير معها شيء بنسميه explosion. تفرقع تنفجر. اوي لك هلا حقدك إلك قبل ما تنفجر الزايدة وينهد بيتنا على راسنا. ما معقول قديش انت your blood is very light، يعني دمك خفيف. يو تو هلا وقت مزحك انت وياه دكتور. شوف المرأة شو بها. المريضة لازمها نقل على الهوسبيتال as soon as possible to cut off الزايدة تبعها من شرشة. سكر الباب وطلع لبرا. يسحبوا منه الشهادة. لا ليش؟ لأنه يبدو مرتي من هذيك المرة كانت مع الزايدة وراح تنفجر، بس هو ما عرف. ايه وبعدين شو صار؟ بس برجع بقول لحالي لما قلنا لها بنفتح لك بطنك يمكن خافت هي. ايه إذا خافت الدكتور ما دخله. ايه بس من وقت ما طلعنا ما قالت لا أخ ولا أخ. أكيد هلا فهمت هي مو حابة تتأخوخ مشان ما أجيبها على هالمسلخ يشلحونا كل شيء معنا مصاري. عرفتي شلون؟ أنت تقبر قلبي، ريح حالك وريح لي قلبك، لا يهمك نهائيا. وأنا ما بيهمني، الله عاطيني هي، لو قالت أخ بجي وبصرف محظوظ. عن إذنك شوي. شو؟ خالصة؟ وليه؟ العملية، وهلا رح تطلع. لوين؟ مو من على الدرج. الله يطمنك. شو الاوضاع فهمني؟ طمن طمن. الزايده شلنا لها اياها وهلا عم يدرزوها ورح يطالعوا لك اياها. لا يطالعوا لي اياها، يكبوها اخي. وين بدنا نكبها؟ بالزباله. ايه ما بتسحب الحاويه. انت عن مين عم تحكي؟ عن مرتك. لك عم بحكي عن الزايده انا. اثنين مثل بعض. مرتي زايده. لا مش عارف. صفا. يا
تعرفيني كان لازم من يومين اجي لعندك بس ما عم يصح لي. هي نعومي كامبل تبعنا ما بتنترك لحالها اصابيح زينب بتحبش بالبيت. هلا ليه بدك تضلي حاطه نارك من نار ضلتك انت؟ انا اللي حاطه ناري من ناري ولا هي اللي حاطه ناري من ناري؟ الله وكيلك ما في غير تعمل فيه فصول ناقصه بس الله موجود الله موجود كله عم ينقلب عليها كله عم ينقلب عليها. جابت لي الشقيه يا اختي الله وكيلك. شو رايك نفنوف نسطحك بمشقيتها لاختك؟ شقيقه اهلين دكتور اهلين سهلين. شلونا مريضتنا اليوم؟ لا تمام قبل ما تجي بشوي كانت مشارقه كثير. يعني مبسوطه؟ هي مبسوطه هي. اهلين سهلين. شلون الجرح؟ ان شاء الله ما عم ينز. يعني الحمد لله. ماشي الحال. سالي لشو؟ قولي اه. با؟ با. ما؟ ما. هاتي لنسمع نشو. بوم بوم تك بوم بوم تك بوم بوم تك. الميكرو مركب مدك اذا قلت له لف على اليمين بيصحي وشك ببهدلك. بسم الله. شو في؟ لا ما في شيء. كلوديا شفري. كل الامور تمام. الحمد لله يعني بقدر طلع عمل. بقدر طلع. قولي تونس؟ تونس. شو عاصمتها؟ سريلانكا. صح بقدر طلع معناها بقدر طلع. هذول الجيران اللي فوق كلوديا شفر جيران عم يعزلوا فوق الملي. اهلا وسهلا. يعني دكتور اذا تفضلي ضلينا لبكره بيكون احسن واضمن وانظف للجرح بس مضطرين نطلع اليوم مشان ما تنحسب علينا اجره يوم ثاني. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ عيب عليك تحكي هيك. لا يا صفصاف لعيونك بتضلي هون لبعد ما يفكوا القطب بجمعه كمان جكاره في منا طالعين من هون ليجي على مرقنا نحن مو على مرق الجرح. ايه المهم امتى رح ترجعي تداومي على الشغل؟ بكره. دقت خلاقك مني امي؟ لا يا عمري شو دقت خلاقي منك تقبشي قلبي عم تساعديني الله يعطيك العافيه بس انا خايفه يخصموا عليكي من راتبك بهالكم يوم اللي قعدتيه. هك ابي يخصموا 20% عن كل يوم مرض غبته، هاي امه وهي ابوها. اما سمعي يخصموا كمان فوق ما الواحد مريض وعايف حاله وعم يدفع مصاري للدكاترة وللمستشفيات وللأدوية كمان بدنا نخصمه بال120؟ إيه لا هاي صارت موتة وعصف قبر. انتقادك بمحله. بالأول ما كان يخصموا شيء بس لما لقوا الموظفين عم ياخدوا استراحات مرضية على الطالع والنازل وبدون ما يكونوا مرضانين صاروا يخصموا. قال يعني بركي بتخف هالاستراحات المرضية الغير حقيقية. بس بيني وبينك امي ما راحت الا على هدول الموظفين الادميين الشرفاء يلي ما بياخذوا يوم مرض الا اذا كانوا مرضانين فعلا. اما هدول الموظفين العونطجيه عم يضلوا ياخذوا اجازات مرضيه ومو فارقه معهم الخصم. يعني عم يدبروا حالهم برا ويطالعوا قد الخصم على 10 مرات. تصوري امي في وحده اخذت اجازه امومه 75 يوم لو هي ما لها حامل بنوم يمكن حتى مو متجوزه. وما انكشفه؟ انكشفه بس ما طلع منه شيء. لفلفوها قال يعني يمكن جوزة له قيمة. طيب ما يوقفون عند حدن هدول؟ الشغلة مو سهل ضبطة بس هلأ أمي جاينا دكتور جديد على المديرية يعني عم يحاول يضبط الأمور. المريض الحقيقي عم يعطي حقه يلي عم يتمارض ما عم يعطي شي بنوم وما عم يرد على حدا لا النقابة لا الإدارة ما عم يتصرف إلا مثل ما بيقله ضميره. هذا المزبوط لك أمي بس يا خوفي بكرة يلفقوا له شي تهمة ويقلعوه. تهمة؟ مثل شو يعني؟ يعني ما استقبل مريض منيح ما عاينه منيح ما كتب له دواء مثل ما بده. امي بلفقوا له 1000 شغله وشغله. المهم يا عمري انتي وابو سعيد انت ناويين تتجوزوا وتريحوا لبالي؟ ما عاد لكم حجه بنوم. هي انا طبت ابو سعيد طاب. اطمني عيوني الخميس الجايه رح نعمل كتب الكتاب والدخله سوا. روقتي بروك سلفان يا عمري.